بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده ما زلنا مكملين مع برنامج بالحرف الواحد بين العلم والدين والحياه. العلم والدين والحياه مثلث جميل لما بيعيش الثلاثه مع بعض، ويا سلام لما نكون عاملين توازن بين مثلث متساوي الاضلاع، ضلع فيه العلم وضلع فيه الدين وضلع فيه الحياه. وما اصعب الحياه وما اقسى الحياه لما تعيش بضلعين بس، أو أحيانا تعيش بضلع واحد بس. في ناس عايشة بدون ضلع الدين خالص، أنا شايف إن هم تعبانين في الحياة المعاصرة. وفي ناس عايشة بضلع الدين بس ونسيوا الحياة ونسيوا العلم، تعبانين. وشايفين بلادنا تعبانين كتير. وفي ناس عارفة توازن بين العلم والدين والحياة. أعتقد إن اللي يعرف يوازن بين التلاتة دول يعيش حضارة أكيد ناجحة للغاية، أكيد. لكن يا ترى مين كتير دلوقتي في العالم بيعرف يوازن بين التلاتة؟ قليل. برنامجنا في الآخر بيتكلم عن العلم كتير، بيتكلم عن الدين كتير، بس الأمنية والحلم والهدف إن كل شاب وكل بنت بيسمعونا يطلع من الحلقة دي واخد قرار، هعمل التلاتة مع بعض على الأقل على المستوى الشخصي، واحد على واحد، لغاية ما بلادنا كلها تبقى كده. الحضارة الحديثة محتاجة تشوف نموذج يجمع أضلاع المثلث التلاتة، العلم والدين والحياة. طيب خلونا ندخل النهاردة في حلقة النهاردة عن الجاذبية بين الحياة والعلم والدين. الجاذبية في الحياة، كلمة الجاذبية في الحياة بتساوي حاجات كتيرة جدا، بتساوي انجذاب الرجل للمرأة، بتساوي الجواز، بتساوي الاستقرار، بتساوي الأمان. جاذبية الحياة. والجاذبية في الحياة كمان لها بعد تاني، من غير جاذبية تطير، من دون جاذبية نتوه في الفضاء الواسع، بدون جاذبية لن يستقر شيء على وجه الأرض. زي ما الحب في الحياة هو جاذبية استمرار الحياة على الأرض، فكذلك قانون الجاذبية، بدون جاذبية كل حاجة هتطير، حتى الأرض نفسها هتستقر إزاي لو مفيش جاذبية. والجاذبية في الدين كمان موجودة. القرآن بيعلمنا أن الله ملك السماوات والأرض، يملكها، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الكون ملكه، يعني الله سبحانه وتعالى. مرة سيدنا موسى سأل الله عز وجل: يا رب كيف تمسك السماء ألا تقع على الأرض؟ يا رب كيف لا تأخذك سنة ولا نوم؟ فقال له الله تبارك وتعالى: يا موسى خذ زجاجتين وقف بهما طوال الليل في يدك. فضل ماسكهم، بعد ساعة 2-3 عينه غفلت، وقعت الزجاجتين، اتكسرت الزجاجتين. فقال له الله: يا موسى لو كانت تأخذني سنة أو نوم لسقطت السماء على الأرض كما سقطت الزجاجتين. احنا مؤمنين في ديننا مش بكلمة الجاذبية، بأن الله قادر على كل شيء، مالك كل شيء، وأن الله هو الذي وضع القوانين زي الجاذبية التي تظهر قدرة الله، بس في شكل أسباب ومسببات علمية. طيب دي الجاذبية بين الحياة، بين الحب، وبين ان احنا ما نطرش، وبين الدين وإيماننا أن الله مالك السماوات والأرض. طب ما نروح على العلم. الجاذبية في العلم، أولا في العلم، يعني إيه جاذبية؟ يعني إيه الجاذبية في علم الفيزياء؟ الجاذبية هي اللي مخلية الكرسي ده تقيل وراسي مكانه وإلا كان طار، وهي اللي مخلية المكتبة اللي أنا واقف قدامها دي راسية مكانها وإلا كانت تطير، وهي اللي مخلياني أنا ثابت مكاني وإلا كان زماني طارت من زمان، وهي اللي مخلية كل حاجة شايفينها على كوكب الأرض تقيلة راسية في مكانها. استنى كده، دي هي اللي مخلية أصلا كوكب الأرض نفسه تقيل وراسي مكانه. على فكرة كلمة الجاذبية باللغة العربية الفصحى اسمها الثقالة، يعني الحاجة اللي مدية تقل للأشياء. ولو عايز تقرأ عن فكرة الجاذبية من الناحية العلمية، اقترح عليك ادخل دلوقتي على جوجل ودور على بحث منشور سنة 2002 بين عالمين من علماء الفيزياء الكبار، توماس فلاندرين الأمريكي وجين بير فيجي الفرنسي. وأنا دخلت الحقيقة ولقيتهم بيقولوا ببحثهم إن فكرة الجاذبية
مماثلة بالظبط، ركز كده معايا، للمركب اللي راسي على المية علشان رامي المرساة أو الهلب بتاعه اللي بيديله تقل مناسب يخليه راسي على وش المية وما يتحركش إلا في حدود المسافة اللي بيسمح بيها طول سلسلة الهلب وحركته في المية. طبعا بتحدث موجات مائية، عارفين أنتوا لما بتلاقي الموجات دي، هي دي بالضبط موجات الجاذبية. فأنا حسيت أن الموضوع يعني إيه صعب ومحتاج توضيح أكتر يعني، فرحت دورت على كتاب للفيزياء الأمريكي روبرت توتل. روبرت توتل بيقول إن تأثيرات الجاذبية مخلية المجرة بتاعتنا كلها في الفضاء بما فيها كوكب الأرض في حالة رسو. إيه عم مش فاهم إيه كل علماء الفيزياء اللي مستخدمين كلمة رسو، مرسى، هلب أو أنكر؟ هو ما فيش مثل غير كلمة رسو؟ حاسس إن أنا راكب مركب وطلع رحلة صيد ورامي الهلب، مش فاهم يعني علشان المركب ترسي وما تجري. يعني احنا بنتكلم على الفضاء ولا بنتكلم على مركب ما بتجريش البحر؟ وش معنى المثل ده؟ العجيب يا جماعة ان اينشتاين هو كمان استخدم نفس الفكرة، فكرة الرسم والمراكب والمية. بيقول اينشتاين ان الاجسام في الفضاء سواء النجوم او الثقوب السوداء او الشمس او القمر او الكواكب بما فيها كوكب الارض، كلهم بيتحركوا في الفضاء زي ما بتتحرك المراكب والسفن في المية. ده كلام أينشتاين. وبما أن حركة المراكب والسفن في المية بتحدث موجات بتنتشر على سطح المية اسمها الموجات المائية، فحركة أي جسم في الفضاء بتحدث موجات زيها، تخيلوا، بالضبط سماها أينشتاين الأمواج الثقالية أو موجات الجاذبية. إيه ده؟ زي المية بيحصل في السماء، أنا عمري ما فكرت في الحكاية دي. وزي بقية الأجسام الفضائية، لا ده كمان حاجة تانية خطيرة، الأرض كمان وهي بتتحرك بتعمل انحناءات فضائية أو جاذبية بتوصل مداها فوق كمان في الفضاء عشان ترسي أجسام تانية زي القمر مثلا. فإحنا كلنا بنثبت بعض. لا إله إلا الله، إيه الكون ده؟ إيه الخلق ده؟ أنا بتكلم في العلم، بس أنا غصب عني قمت قايل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ملك الملك، الكون كله ممسوك كده هو. بس الحقيقة إن كلهم استخدموا كلمة أنكر، كلمة بالإنجليزية الهلب. إيه حكاية المراكب؟ كلمة الرسو أنا عمال استخدمها غصب عني، لأن كل ما تفتح كتاب فيزياء عن حركة الجاذبية والموجات زي في النظرية النسبية لأينشتاين يجيب لك نفس الحكاية. وهو أينشتاين كمان هو اللي قال إن في أشياء في الفضاء بتتحرك زي المراكب والسفن في المية، وده معناه بكل بساطة إن الأرض بتحتاج اللي يرسيها عشان ما تنجرفش بينا في متاهات الفضاء، زي ما السفينة محتاجة اللي يرسيها عشان ما تنجرفش بالموج في متاهات البحر. حاجة كمان برضو لها علاقة بالرسو والمية والفضاء، حاجة غريبة جدا، بيقولك ان اللي بيسري على الأجسام زي جسمي وزي داون وزي ما انا قلتلكوا كده في الفضاء، يسري كمان على البني أدمين، على الأشخاص اللي بيطلعوا الفضاء. مجلة الديلي ميل البريطانية بتاريخ 4 يونيو 2013 نشرت صورة لحمام سباحة كبير أكبر من أي حمام سباحة أولمبي 10 مرات، بيسع لـ 6.2 مليون جالون مية. مين اللي عمل حمام السباحة ده؟ وكالة ناسا. ليه؟ بيدربوا فيه رواد الفضاء مع سباحين غوص قبل ما يطلعوا الفضاء. ومكتوب تحته إن ناسا بتقول إن المشي في الفضاء زي بالظبط السباحة في الماء، وإن رائد الفضاء لازم يجيد السباحة في الماء لأنه بالظبط زي ما هو هيكون سباح ممتاز هيعرف يكون رائد فضاء ممتاز، لأن السباحة في الماء ضرورية قبل ما يطلع الفضاء، لأن الحركة في الفضاء زي الحركة في الماء نفس طريقة السباحة. بس كمان إيه؟ أنا مش فاهم إيه كمية الحاجات اللي إحنا عمالين نقولها دي على الرسو والمراكب، كله بيتكلم كده يا جماعة، كل العلماء بتتكلم الحكاية بنفس الطريقة دي. وبعدين أينشتاين قام قايل حاجة تانية كمان، قالك إنه فاكرين تفاحة نيوتن اللي وقعت ونيوتن قال يبقى الجاذبية الأرض شدت التفاحة، فاكرين تفاحة نيوتن الشهيرة؟ بس هو فكر في الفكرة إن في جاذبية، بس فسرها غلط، هو افتكر إن هي الجاذبية جاية من الأرض، لكن جه أينشتاين وقال له صح
إن فيه جاذبية لكن مش جاية من الأرض، الجاذبية جاية من فوق من الفضاء، مصدرها الفضاء وليس الأرض، من الانحناءات اللي قلنا عليها. سمعتوا كل الكلام ده؟ تيجوا نرجع للقرآن. عجيب دقة وصف القرآن لحركة الفضاء. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا إله إلا الله. 1400 سنة القرآن بيقول إيه؟ وكل في فلك يسبحون، يعني مش يتحركون، يعني مش يدورون في حركة في الفضاء، لا يسبحون زي المية. شايف دقة اللفظ؟ يسبحون. وكمان العلماء عبروا عن الجاذبية بمعاني الرسو، مش كده قلناها كتير قوي؟ زي ما المركب بترسي في المينا وترمي الهلب عشان يرسيها وإلا هتجري في البحر. اسمع القرآن. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. رواسي؟ رواسي الكلمة اللي كل علماء الفيزياء اصطلحوا عليها، رواسي. القرآن قال إيه؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. نفس كلمة العلماء بالحرف الواحد. ولأن أينشتاين صحح كلام نيوتن وقال الجاذبية مصدرها الفضاء وليس الأرض، اسمع كمان القرآن. وجعل فيها رواسي من فوقها. من فوقها؟ من الفضاء؟ لا، ثانية واحدة يا جماعة. يعني القرآن قال لك وكل في فلك يسبحون، والقرآن قال لك رواسي، والقرآن قال لك جعل فيها رواسي من فوقها. ده بالحرف الواحد، ده بالحرف الواحد اللي مكتشف. من أين لك يا رسول الله بهذا الكلام؟ ده كلام علمي دقيق جه في القرن الأخير، مش في القرن الأخير، ده في حاجات في السنوات الأخيرة. دي وكالة ناسا لسه عاملة حمام السباحة الضخم ده دلوقتي. وبما أن الأرض هي كمان زي بقية الأجسام الفضائية حركتها في الفضاء بتحدث انحناءات فضائية، بتوصل مداها فوق في الفضاء عشان ترسي أجسام تانية زي القمر. طب ما القرآن قال وجعل فيها رواسي شامخات. إيه شامخات دي؟ عشان ترسي اللي حواليها. للأسف يا جماعة وأنا بدور على معنى وكل في فلك يسبحون في نسخة القرآن باللغات الأخرى زي الإنجليزية، تلاقيها مكتوبة بمعنى يجهون، ومرة تلاقيها مكتوبة بمعنى they move، يتحركون، running. أبدا ما تلاقيش كلمة يسبحون، لأن اللي كتب الترجمة مش قادر يتخيل أن كلمة يسبحون يحطها. يا عم اكتبها بالنص زي القرآن، اكتب زي ما القرآن قال. عرفتوا ساعات بنعمل إعجاز علمي علشان عايزين نثبت حاجات؟ انت ليه بتخليها بالحرف الواحد زي ما القرآن قالها؟ القرآن قال يسبحون، اكتب swimming مش running ولا moving، اكتبها زي ما القرآن قالها. القرآن يعني ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق كل ده هو اللي قايلها كده لأنها كده. أما بقى الفيزياء الشهير البروفيسور لورانس كراوس، واللي بيقول إن الجاذبية توازن المادة وإن الجاذبية قد المادة، فأنا عايز أقول له حاجة بسيطة جدا، إن القرآن أصلا قال كده. وألقينا في الأرض رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وهو ده اللي مخلي تناسق الكون العجيب. سبحان الخالق العظيم، الخالق واحد، الموجد واحد، المسبب واحد سبحانه وتعالى. ممكن حضرتك تسمع الآية دي بقلبك وعقلك، انسى كل الكلام اللي قلناه عن الجاذبية واسمع هذه الآية. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لو قطر طلع عن القضيب بتاعه محتاج قوة قد إيه عشان ترجعه للقضيب اللي هو كان عليه؟ طب لو السماوات والأرض طلعت عن المدار والمسار بتاعهم، مين يستطيع إن هو يعدهم لمسارهم إلا الله؟ لا إله إلا الله اللي علمنا إن العلم والدين والحياة مثلث متساوي الأضلاع، لازم نعيش بالتلاتة. جرب من النهاردة إن أنت شخصياً، أنت شخصياً تعيشي بتوازن في حياتك بين الحياة
والنجاح في الحياة، بين الدين والإيمان وحب الله، بين العلم والفهم وقراءة الكون. لو عملت التلاتة أؤكد لك إنك هتعيش إنسان سعيد. شكرا، ونشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.